مكبر تلقت شباكه 7 أهداف والشباب تلقت شباكه فقط 5 أهداف. إشهاب هذه المرة جول، إشهاب هذه المرة جول، ليس في كل مرة ستنجون من الهدف. إشهاب الرشاش يطلق الطلقة الأولى في هذا اليوم، في هذا اللقاء، من أمام دفاع يتفرج. إشهاب ألاقي نيرانه في مرمى الغزلان، لاحظ كيف أخذ المدافع ووضع الكرة في الشباك، رقابة دفاعية ضعيفة في اللقطة الماضية، ومن إشهاب لا يمكن أن تأمن نيرانه، وهو الآن يطلق الطلقة الأولى في يوم انطلاق الطلقة الأولى. لاحظ إشهاب كيف مر، كيف أخذ المدافع ووضع الكرة، لاعب صندوق من الطراز الأول، هداف الدوري بكل جدارة، أفضل ما أنجبت جبل المكبر، إنه إشهاب القنبر، القنبر إشهاب يعلنها منذ مبعدة رأسية من قبل محمد أبو خميس، قتالية على الكرة، هل يأتي التعادل؟ هل يأتي التعادل؟ تصويب، الله الله، يا له من جول يا عميد، يا له من جول يا عميد، هدف عالمي من عميد مخرزم يسجله في مرمى النسور. لاحظ هنا الدربكة الدفاعية، عميد باليمين، الله يا ولد، الله يا ولد، أي جول! قال لها اذهبي إلى الشباك، قال لها اذهبي وعانق الشباك. ألم أقل لكم نحن موعودين، نحن محظوظين، نحن موعودين على قمة كبيرة، وكأن السيناريو يتكرر كما كان في الموسم الماضي. من منكم يتذكر ذلك اللقاء في الموسم الماضي؟ 4-3 كانت للمكبر، ولكن مباراة كانت مجنونة، كانت دراماتيكية، والآن يأتي نفس السيناريو في هذا اللقاء لفريق المكبر. هذه محاولة عرضية، الله 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 الله، الرشاش يضرب من جديد، هدف ثاني سحوري، هدف ثاني للمكبر. أي كرة عرضية، أي رأسين، لاحظ هنا علقم، لاحظ بهاء، الله يا ولد، الله على عرضية والله على رأسية، رأسية الرشاش، رأسية القنبر، إشهاب القنبر وضعها بالرأس. أين الرقابة يا سادة؟ أتتركون إشهاب؟ أتتركون لاعب بقيمة إشهاب لوحده بهذه الصورة؟ لاحظ العرضية، الله يا ولد، الله يا إشهاب، الله يا قنبر، ضربة ثانية بهدف، هدفين لهدف، هدفين لهدف، الثالث إشهاب الهاتريك، الله الله يا مجنون، يا مجنون للغزلان، لاحظ كيف مر، كيف مر، الله يا ولد، الله 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 الله، الهدف العاشر لإشهاب القنبر في مرحلة الذهاب، الله يا ولدي. ضاع الحارس هشام الصالحي على تنفيذ الركلة الركنية، عرضية خطيرة، إبعاد، الرابع 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 الرابع، جول الرابع، جول 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 جول، ماضية إبعاد سيء، عادت من جديد وتصويبه بالقدم اليمنى عن طريق البطران، ركلة ركنية، إبعاد البطران في الأولى، ولكن في الثانية يؤكدها في شباك الظاهرية، 4-0، انهيار لفريق الغزلان في هذا الأمامية. يعني كل هذا الأداء وهذه الأهداف وركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق الظاهرية، داخل المنطقة كانت الإعاقة، داخل المنطقة كانت الإعاقة لمصلحة الظهرية، ركلة جزاء في لحظاتها الأخيرة ربما تؤتي بشيء لفريق الظهرية في الشوط الثاني. لاحظ الكرة الماضية والخطأ كما أشار الحكم، داخل المنطقة، داخل المنطقة، هل هي داخل المنطقة أم خارج المنطقة؟ لكن الحكم كان قريب من لقطة معاذ السماحة، المحكم معاذ السماحة كان قريب في المرصاد، هل يسجلها عدوي أم سلامة؟ عدوي عدوي عدوي، جول عدوي عدوي، جول، جول ثاني للظهرية، هدف ثاني للغزلان، تأتي معها الصفرة الختامية من
معاذ السماحة لنهاية أحد بعد ركل الجزاء. لاحظ هنا شاهد كيف وضعها عدوي بكل اقتدار، هدف ثاني للغزلان يعيد به بعض الأمال ربما في الشوط الثاني. لننتظر وإياكم أحداث الشوط الثاني لينطلق، ولكن قبل ذلك سنذهب إلى استراحة قصيرة وسنعود وإياكم للتعليق. مرمى ليث خروب يحاول لمسة خلف المدافعين، شهاب شهاب هو. الله، ما هذا يا شهاب، ما هذا يا رجل، ما هذا يا رجل، الخامس للمكسوبر شهاب، من المجنون شهاب، من الوحش شهاب، الرشاش الساحوري، الرشاش الساحوري. لاحظ الصناعة من ليث شهاب، بوم، الخامس للنسور عن طريق الرشاش، عن طريق السوبر، عن طريق السوبر، والسوبر هاتريك من شهاب القنبر، ضربها بقوة، سجلها بقوة، مزق الشباك، لا يوجد حارس يستطيع. ظهرية، حذارية ظهرية، راح فيها اسلام، مر فيها اسلام، انطلق فيها اسلام، هرب 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 هرب، هو جول 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 جول. لاحظ السبرنت، لاحظ السرعة، كان يجب أن يكون هناك خطأ تكتيكي، لم يرفض ذلك، وضع إسلام الكرة على طبق من ذهب، وهنا حسن مناع سجلها، هنا هرب، هنا هرب، هنا شد فيها إسلام، مر فيها إسلام، وضعها على طبق من ذهب. من الصعب أن تضيع من هذا المكان يا مناع يا حسن. حسن مناع يسجل السادس للمكبر في هذا اللقاء. ثقيلة جدا هي النتيجة يا غزلان، ثقيلة جدا هي النتيجة يا ظاهريا، لم يكن في الحسبان، لم يكن في الحسبان هكذا نتيجة وهكذا أداء. المخدي كان لم يكن مثاليا. هذه محاولة، الثالث 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 الظهرية، الثالث الثالث، يا رجل يا رجل، نعم، جول 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 جول. عدوي يقلص الفرصة إلى عدوي، أبو خميس كان بعيد، لاحظ التمركز والتصويب من علي عدوي، تأخر فيها، كنت أظن أنه سيضيعها، لكن سجلها في النهاية ليسجل الثالث. ثلاثة الظهرية، ستة المكبر، تسعة أهداف يا سادة يا كرام، تسعة أهداف يا سادة يا كرام في هذا اللقاء، ستة للنسور.